يا صباح الخير ويا صباح النور فين ما كنتو كتسمعونا ووقت ما كنتو كتسمعونا. انا ايمان وهذا بودكاست الايجابيه. الموضوع اللي اختاريت نهضر فيه هذا الاسبوع هذا من خلال لقاء ديالنا اللي كيتجدد كل ثلاثاء هو الثقه بالنفس. بالحق ما نقولوش فيه بزاف ديال الحوايج، انا وصل لكم غير فكره صغيره وبسيطه فقط. الثقه بالنفس ما عندها شي علاقه بالجمال. باش تكوني واثقه في راسك هذا لا يستدعي انك تكوني جذابه وفاتنه. باش تكون واثق في راسك هذا لا يستدعي انك تكون مشكلي مقلضم. لا، ما كيحتاجش انك تكون لاباس عليك، عندك بزاف ديال الفلوس باش تثق في راسك، وما كيحتاجش انك تكون قاري. الثقه بالنفس ما عندها حتى شي علاقه بهادشي كامل. الثقه بالنفس عندها علاقه بالفكره اللي خايدها انت على راسك. الا كنتي من الناس اللي مقتنعين اننا ما نقدروش نسيطروا على المشاعر ديالنا وعلى الانفعالات ديالنا فانت غلط، غلط بزاف. وهذه من الافكار الغالطه اللي كتزعزع الثقه ديالك في راسك، وخاصك تسحبها هذه الفكره. هذه خاصك تسحبها وخاصك تبدلها بان حتى واحد ما قاد يحسك بالغضب الا الا سمحتي له انت، وحتى واحد ما قاد يحقرك الا الا سمحتي له انت. الا كنتي من الناس اللي عايشين نهار بنهار ومقتنعين بفكره ان المستقبل في علم الغيب، وبان حتى واحد ما يقدر يتنبأ بالمستقبل ديالو، فانت المرة الثانية زرع في دماغك فكرة غلطة تماما. كاين حاجة من الغيبيات فعلا، ولكن تيقن انك راك تحصد داكشي اللي زرعتيه. الى قريتي وضربتي تمارة ودوسي امتحان راك غتنجح. الى خديتي واحد الفكرة ديال المشروع وضربتي عليها تمارة ودرستيها وشتي كاع الجوانب ديالها، فبنسبة كبيرة جدا هذاك المشروع غادي ينجح. شوف، غير استعد مزيان الحاجة اللي بغيتي ديرها ودرسها، درس ديك الحاجة اللي بغيتي ديرها وتوكل على الله، ودايما طلع المرها لراسك، اهدر مع راسك بواحد طريقة إيجابية كل ساعة كل نهار كل وقت. هذوك الكلمات الإيجابية اللي كتقولوا من الراس بلا العظم إلا هي مثابة واحد المازوت اللي كتدوز به النهار بلا ما توقف. واحد الحاجة كنلاحظوا بزاف، أن بزاف ديال الناس كثار واخدين صورة مشوهة على راسهم. شنو تنقصد بهاد التشويه؟ يعني خايدين صورة على راسهم خيب من الواقع. كتار ما كيشوفوش هادوك الحوايج اللي زوينين فيهم، كيشوفو داكشي اللي خايب فيهم. ما كيشوفوش دوك النقاط ديال القوة ديالهم، عفوا كيشوفو غير النقاط ديال الضعف ديالهم، وهادشي تيخليهم للأسف ما تيقدروش راسهم. راه حتى شي واحد ما كامل، راه حتى شي واحد ما بارفي، راه كاملين كلنا فينا جوانب ديال القوة، وفينا جوانب متوسطة خصنا نحسنوها، وفينا جوانب ضعيفة خصنا نصلحوها. وهاد الجوانب كلها مع بعضها هي اللي كتشكل الشخصية ديالنا. واخ انا سيدي كنشوف راسي بواحد الصورة مشوهة، انا سيدي حاقر راسي، كيفاش غنحسن هاد الصورة ديالي؟ كيفاش نقادها؟ كيفاش غنحسن الصورة المشوهة اللي رسمت لراسي؟ ببساطة داكشي تيبدا بالدماغ ديالك. خاصك دماغك تنقيه بشوية بشوية، خاصك تجلس مع راسك وتقنعه بأن حتى شي واحد ما كامل. ديما
ما تنبهرش بالناس، لان دوك الناس اللي كتشوفهم راه كتشوف الحاجه اللي زوينه فيهم، ولكن ما خفيه اعظم. نتوما ما عارفينش الجوانب السلبيه من شخصيه كل واحد، وكاينين بعض الناس اللي ماهرين في اظهار غير الحوايج الزوينه فيهم. راك بحالك بحالهم، راه حتى انت عندك جوانب سلبيه وعندك جوانب ايجابيه. حاول تقنع راسك بان انت واحد ما كامل، بانك بحالك بحال كاع الناس، عندك النقط ديال الضعف والنقط ديال القوه، وبانك هادي دخل مزيان لراسك، انك انت بوحدك، ما تعول على تحت، بوحدك اللي غادي تصاوب المستقبل ديالك، وبوحدك اللي قادر تصنع المستقبل ديالك. امن براسك، غامر، بدا، جرب، فشل، تعلم، عاود، خذ ليكسبيريونس، هكذا راه غادي توصل. لان شوفوا الطريق ما يمكنناش نعرفوها واش كتسلك ولا ما كتسلكش الا ما خطيناهاش، الا ما شديناش ديك الطريق، الا ما مشيناش فيها. بيان سور ما غنشدوش الطريق اللي غادي تلاحوا فيها في البحر، احنا عارفين ان راه عندنا كوميم ما غاديش نلقيو نفسنا للتهلكه، انكم معقل، انكم كنميزوا بالحوايج، ولكن واخا هكاك ما كتعرفش هذيك الطريق واش هي اللي غتوصلك لذاك الهدف ديالك الا ما خديتيهاش، الا ما مشيتيش فيها. شوف، كن اكيد ان كاع دوك الناس اللي كتشوفهم معتفين وصلوا وتميزوا وكيبهروك، راه في الاول بداو في هذاك المجال اللي تميزوا فيه ناس عاديين، اولا ناس عندهم واحد شويه ديال لو سافوار، ولكن هما ما بقاوش جالسين اما كيتمناو او لا كيندبوا الحظ ديالهم، لا، هما الناس اللي خدموا على راسهم، ثم خدموا على راسهم، وبحكم الممارسه وبحكم العاده فهما تقنوا داكشي اللي كيديروا. وملي كتوصل لمرحله الاتقان ومرحله الابداع، فانت ما كتوليش انت كتعطي الحاجه، كتولي ديك الحاجه هي اللي كتعطي، كيولي لو روندمون. غير ثق في راسك، غير بدا، وما تبقاش ناعس في السرير ديالك وكتمنى، لان ما عمرك ما غتحقق شي حاجه وانت غير كتمنى. يفو باسي على اكسيون، دوز للمرحله الثانيه وبدا، جرب، فشل سيدي، راه كاملين الناس كيفشلوا، ولكن خذ درس، لان الفشل كناخذو منه دروس ماشي كناخذو منه احباطات. كنتمنى هاد البودكاست يكون خفيف عليكم، ويكون داك الميساج الصغير اللي بغيت نوصلو ليكم قدرت نوصلو. شكرا على حسن الاستماع ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل في بودكاست جديد. سلام عليكم.